مشروع الإسكان الاجتماعي هو الأمل اللي بيتعلق بيه عدد كبير جدا من الشباب ومن محدود الدخل، وهو الآلية اللي بتعتمد عليها الحكومة في دعم هذه الفئات وتوفير سكن اجتماعي بسعر من وجهة نظر الحكومة هو مناسب أو معقول، ومن وجهة النظر الأخرى أنه هو ده المتاح، لأن هناك تكلفة كبيرة جدا تتحملها الدولة لإنشاء هذه الوحدات. هناك تساؤلات كبيرة جدا تتعلق بهذا المشروع اللي مفترض خلال الأيام القادمة سيتم طرح المرحلة الأولى منه، وده وفقا لتصريحات وزير الإسكان المصري. هنفتح الملف بالتفصيل، وفي انتظار تساؤلات حضراتكم إن شاء الله نجاوب على هذه التساؤلات مع ضيفنا العزيز المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي. أهلا وسهلا، وبعتذر إن حضرتك انتظرت يعني وقت على الدخول على الهواء، بعتذر بشدة لحضرتك على هذا الأمر. باشمهندس، من المفترض أنه سيتم زي ما احنا فهمنا من وزير الإسكان طرح المرحلة الأولى من هذا المشروع. المرحلة دي هتتضمن كام وحدة يا فندم، وشروط الحصول على هذه الوحدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس يعني عاوز أدي فكرة سريعة كده عن إيه هو مشروع الإسكان الاجتماعي عشان الناس برضو تبقى عندها تصور لمجهودات الحكومة ومجهودات الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في مصر، لأن يعني طبعا كلنا نعلم أن مشكلة الإسكان في مصر مشكلة كبيرة والدولة لوحدها لا تستطيع حل هذه المشكلة، ولكن بيبقى على فترات بتعمل مشاريع كبيرة في مشاريع الإسكان لحل او المساهمه في حل جزء من مشكله الاسكان. مشروع الاسكان الاجتماعي كان اعلن عنه بعد ثوره 25 يناير، ويمكن الناس كلها كانت متابعه ان نزل اعلانات في الجرايد على بدايه الحجز او التقدم للحجز، وكان بيبقى عن طريق البريد او عن طريق ان هم بيتقدموا في اجهزه المدن او في وزاره الاسكان نفسها. وطبعا تقدم عدد كبير جدا، تم تسجيل جزء كبير منه وجاري تسجيل الباقي، وبناء عليه تم التفكير وطرح الى طرح تنفيذ المليون وحده سكنيه اللي هي الناس كلها تعلمها. طبعا المشروع بعد الثوره يعني كان بدايه تنفيذه متعسره شويه نتيجه الاحداث اللي كانت كل الناس تعرفها في البلد، انما نعتبر الانطلاقه الحقيقيه للمشروع الاسكان الاجتماعي الحمد لله كان يعني بعد ثوره 30 يونيو. وعاوز اقول النهارده ان احنا الحمد لله شغالين فيما يقرب من 160 الف وحده جاري تنفيذهم على مستوى المدن الجديده والمحافظات. يعني فين يا فندم لو تدي كل المدن الجديده وكل المحافظات؟ 6 اكتوبر العبور. لا، في بعض الوحدات ما دخلتش في المرحله الاولى، ولكن بعض المدن ما دخلتش في المرحله الاولى، ولكن طبعا مخطط انها تخش في المراحل التاليه. يعني الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي او محدود الدخل عايز يحصل على شقه، الاماكن المتاحه فين بتاعه المرحله ما دي؟ انا هقول لحضرتك على كل حاجه ان شاء الله. يعني ايه انا بس برضه قبل ما نخش في الاماكن، طبعا الناس يهمها تعلم ايه الشروط اللي هيتقدم على اساسها المواطن او يتقدم لاستكمال مستنداته، لان احنا قلنا ان هو تقدم بعد ثوره 25 يناير. فبالتالي هيتعمل ان شاء الله اعلان يمكن في القريب العاجل، يمكن نقول في خلال الشهر ده ان شاء الله، عن الحجز في حوالي 3 مدن بعدد ما يقرب من 13000 وحده سكنيه. تمام. المدن دي هي مدينه العاشر من رمضان، مدينه السادات، مدينه اسيوط الجديده. تمام. دول ان شاء الله هينزل اعلان لاستكمال مستندات الناس اللي تقدمت بعد 25 يناير زي ما قلنا. يعني لو حد عايز يتقدم دلوقتي ما ينفعش، لان كنت اوريدي عندكم مجموعه قدمت. هيتقدم ان شاء الله في المراحل التاليه بعد استكمال تغطيه اعداد الحاجزين في حاله انطباق الشروط عليهم. او هيتقدم برضو تاني ونفتح باب الاعلان تاني اذا في حاله ان احنا مثلا على سبيل المثال فتحنا في العاشر من رمضان طلع المنطبق عليهم الشروط اقل من عدد الوحدات، فهنفتح باب تاني. الشروط هي ايه يا فندم؟ الشروط برضه عاوز اقول اوضح نقطه، ان احنا في مشروع الاسكان الاجتماعي بنحاول نتلافى كافه العيوب وكافه المشاكل اللي ظهرت في المشاريع السابقه. يمكن حضرتك قبل التسجيل كنت بتقولي ان بعض الناس بتاخد الشقق بتبيعها، بعض الناس ما بتسكنش فيها، بعض الناس بتتاجر فيها، وعشان كده في الشروط اللي تم اعتمادها من مجلس الوزراء يمكن في الجلسه قبل السابقه كانت متضمنة بعض الشروط يمكن من وجهة بعض الناس نظر بعض الناس انها تعتبر انها قاسية. شديدة او قاسية، ولكن هي مش قاسية، ولكن بقدر الامكان بنحاول ان الشقة او الوحدة تروح للي يستحقها. تمام. اللي بينطبق عليه الشروط ايه هي الشروط؟ كان اول شرط اللي هو انه تقدم في الاعلانات السابقة،
وطبعا كان بيبقى معاه ايصال بريد او معاه رقم وتاريخ تقدم به في المدن الجديده او في المحافظات. الشرط الثاني انه كان انه يبقى من محدود الدخل. يعني ايه محدود الدخل؟ يعني محدود ازاي ان هو من محدود الدخل؟ طبعا بيثبت عن طريق جهه العمل اللي بيعمل فيها. بيجيب شهاده منها، او اذا كان بيعمل في قطاع خاص بيجيب شهاده من الشركه اللي شغال فيها، اذا كان بيعمل عامل يوميا. دخله كام؟ انا اقول لحضرتك حتى الان القانون اللي هو قابل للتعديل وجاري تعديله حاليا دلوقتي ان الاعزب دخله لا يزيد عن 1750 جنيه. والمتزوج دخل الاسره لا يزيد عن 2500 جنيه. هو حاليا جاري تعديله ضمن القانون. ده يا فندم محدود الدخل؟ لا يزيد يا فندم. يعني ده احنا عندنا ناس يا فندم يعني ما عندهاش دخل اصلا. ما انا بقول ايه؟ انا بقول لا يزيد. يعني النهارده اللي دخله 500 جنيه ما هو ده ينطبق عليه القانون. تمام. انما اللي يزيد عن هذا المبلغ اللي انا قلته بالنسبه للشريحتين دخل في شريحه ثانيه اسمها شريحه شريحه متوسط الدخل. يبقى قلنا ان يكون متقدم، يكون من محدود الدخل. الشرط الثاني ان يكون لا هو ولا الزوج ولا الزوجه ولا قبل القصر. ذلك على وحدات حصل قبل كده. مش وحدات بس، ده وحدات او ارض سكنيه او دعم من الدوله باي صوره من انواع الدعم في مجال الاسكان. تمام. حطينا بعض الشروط برضو المهمه جدا اللي هي بنحاول ان احنا الشقه تروح لمستحقها زي ما قلت في الاول، ان هو يكون من ضمن العاملين او المقيمين في المكان اللي هو بيحجز فيه. بمعنى انا النهارده حاجز هاخد في مدينه العاشر من رمضان، يبقى الاولى ان انا ادي لمين؟ اللي بيعمل في العاشر من رمضان او المقيم في العاشر من رمضان. وطبعا لما اقول العاشر من رمضان يبقى بيتبعها كل محافظه الشرقيه. تمام. لان العاشر من رمضان تتبع محافظه الشرقيه يعني وهكذا. يجيب لك ان هو خطاب عمل من مكان بيشتغل فيه او عقد ايجار مثلا، هيثبت ان هو بيشتغل في المكان في المدينه او في المحافظه او بيعمل فيها او بيقيم فيها. طب اللي عنده نيه يقعد في العاشر من رمضان، اللي عنده نيه يقعد في اسيوط الجديده، ما هيقعد على ايه يعني؟ هيقعد هو مجال يعني بيعمل في القاهره وهيروح يقعد في العاشر من رمضان؟ لا، يبقى لازم يكون بيعمل فين؟ في الدائره القريبه، في الدائره اللي هو فيها الوحدات. تمام. الشرط المهم من وجهه نظري اللي هو تم وضع فقره او شرط ان هو تطبيق قانون العقوبات اللي هو 215 على كل من يتقدم بمستند او بيانات مخالفه للحقيقه. والعقوبه في القانون ده بتصل الى الحبس والغرامه وسحب الوحده في اي وقت. بمعنى ان هو استلم الشقه النهارده بعد 5 سنين ثبت ان هو تقدم بمستندات مزوره، فده بيبقى عليه حبس وغرامه وسحب الوحده. ده نوع من تغليظ الشروط، تغليظ العقوبة على أساس أن هو المحتاج فعلا هو اللي يتقدم أو يتقدم بالمستندات الواقعية وإحنا بنفرزها، وإذا كان فعلا يستحق هياخد. طيب ممكن تسمح لنا ناخد الأستاذ عصام عبده من المرجع عايز يسأل حضرتك عن هذه الوحدة. أستاذ عصام اتفضل يا فندم. أستاذ عصام اتفضل. عليكم السلام يا فندم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. دلوقتي انا مقدم على شقه بعد ثوره 25 يناير بالبريد، انا والمدام، انا على المعاش باخد معاش 550 جنيه وساكن هنا في مصر مدام الزاويه وظروفي تعبانه، ومقدم على شقه انا بقالي دلوقتي دخلت على 3 سنين ومقدم معاها بيان بمفردات المعاش بتاعي. عندك كم سنه يا استاذ عصام؟ انا عندي 59 سنه سيادتك ومعايا اولاد وقاعد في قانون جديد. طيب اسمح لي بس نشوف موضوع شرط السن، لاني مش عارفه، انا سمعت ان شرط السن هو كده متجاوز شرط السن. طيب بس هو بيتحدث ان عنده وضع انساني صعب وبقاله 3 سنين، يعني هو قدم وعنده 56 سنه بس من 3 سنين. انتوا تقريبا عاملين سن 50 يا فندم ولا لا؟ عاوزين عاملين سن من 21 الى 45. 45 45 للاسف استاذ عصام لا ينطبق على حضرتك الشروط الخاصه بالحصول على وحدات اسكان اجتماعي. طب ما هو احنا هنرعي يعني او هنهتم بس بالشباب ومحدودي الدخل لغايه اللي عندهم 45 سنه؟ طب الناس اللي كبيره في السن وما عندهاش غير معاش وبتدفع جزء منه للايجار، عندكم بدائل للمساله دي؟ لا، هو البدائل بالنسبه له هو ان هو اكيد عنده ابن او ابنه في سن اللي ينطبق عليها شروط السن. طيب يا استاذ عصام لو حضرتك سمعنا، لو احد ابنائك بينطبق او بيتراوح سنه من 21 ل 45 يمكن ان تقدم باسمه. بالظبط كده، مش باسم حضرتك. طيب ناخد الاستاذه عبير من العبور ولا الشرقيه؟ من الشروق، اتفضلي يا استاذه عبير. السلام
السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت احنا عاوزه استفسر، احنا ساكنين في مساكن الشروق، العماره عندنا كلها مساكن 70 متر، كلهم بيدفعوا 70 جنيه في الشهر، واحنا الوحيدين ومجموعه ثانيه بيدفعوا 700 جنيه. المفروض ان احنا واخدينها عن طريق سنه تخصيص من 7 سنين وهي تكون مدعمه. فاحنا دلوقتي عاوزاها تكون مدعمه، هي موجوده ان هي استثماري. فدلوقتي الظروف البلد اللي احنا كنا فيها مش عارفين ندفع ال 700 جنيه. انت واخده في الاستثماري يا استاذ عبير؟ نعم؟ واخده في الاستثماري. هم سمينها استثماري. ما هو في استثماري وفي عقار. تكون مدعمه. طيب هي خدتها في، انا عارفه ان في شقق بتبقى عايزه تقولي حاجه؟ طلب ان هي تتخصص شويه تتقل عشان نقدر ندفع الفلوس. طب نسمع ده. احنا دلوقتي متاخر علينا فلوس كتير وعاوزين ندفع، فيقول الشهر بشهرين. طيب هل الاسكان الاجتماعي يمكن ان يتم تحويله لو في حد حالته صعبه لاسكان عادي؟ لان هو هنوضح المساله دي للناس. لا انا بس هوضح الحته بتاع الاستاذ عبير، لان دي حاجة بس عشان خارج اللي احنا بنتكلم فيه خالص. صحيح. الأستاذ عبير حاجة زيت، كان فيه مشروع زمان اسمه مشروع إسكان الشباب، كان مساحة من أول 100 متر وبعدين 70 متر وبعدين 63 متر وكان آخرها 57 متر. الأستاذ عبير يمكن هي تتذكر وتعترف بهذا، إن هي لما جت تاخد شقة الاستثماري جابت تأشيرات من آخر الدنيا عشان تاخد هذه الشقة. وتعلم تماما قيمة القسط قبل ما تاخد. ممكن يكون الوحده دي او الشقه دي في وسط عماره او العماره كلها بالكامل متخصصه بنظام 70 جنيه، ولكن بعض الوحدات في داخل العمارات اتباعت استثماري رغم ان هي نفس المواصفات. نفس المواصفات، ولكن في هذا التوقيت كان هو ده اللي موجود وهي تقدمت. ليه ناس خدت كده وليه ناس خدت كده؟ اللي خدت كده كانت واخده قبليها بسنين، وكان في وحدات تم سحبها من بعض الناس اللي هي غير منطبقه عليها الشروط، فارتفع سعر التكلفه. فارتفع سعر التكلفه وبالتالي اتخصصت بنفس بشروط مختلفه تماما. ايوه بس ما هو هي نفس العماره. لا يعني. بس هقول لحضرتك حاجه، اللي خد ابو 70 كان في شروط معينه زي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. انه يكون لها شروط معينه، هي ما كانش كانت ما بينطبقش عليها الشروط. طب ما فيش حل ليها يا فندم؟ والله في الوقت الحالي طبعا ده بيدرس من النواحي القانونيه، انما حتى الان لم يتخذ فيه قرار. يعني ناخد الاستاذ محمد من بنها. اتفضل يا استاذ محمد. سيد حضرتك الله يسلمك. اهلا وسهلا فندم، اتفضل. اهلا بيك الله يسلمك. انا حضرتك والله مقدم على شقه من يوم من يوم 25 يناير، بعدها على طول في القانون اللي كان تعاوني قدمت على شقه 7 صندوق البريد ومحدش لغايه رد عليا لغايه دلوقتي، وبعت شكوى لرئيس مجلس الوزراء وبعت شكوى لوزير الاسكان وبعت شكوى لدرجه وزير الدفاع كمان المشير عبد الفتاح السيسي. ما هو اعتقد عند حضرتك رد الرئيس هو ده اللي هيتم فتحه خلال ايام بالظبط. كده ايوه. وبعدين انا سني 56 سنه او 57 سنه دلوقتي، وطول عمري كنت بسافر بره، انا سواق وسافر بره وارجع ظروفي ما تساعدنيش واعمل حاجه، كنت نفسي اعمل شقه. فانا قاعد قانون جديد دلوقتي 5 سنين. بس انت مقدم الطلب باسم حضرتك ولا باسم احد ابنائك؟ لا باسمي انا، لان انا قاعد في قانون جديد، وبعدين نقلت الشقه 5 سنين خلصوا، نقلت شقه ثانيه قانون جديد ومش قادر ادفع السفر. طب عندك ابناء سنهم من 21 ل 45؟ عندي ابني في الجيش دلوقتي خلص الكليه، بس في الجيش لسه ما 21 سنه ولا 22 سنه. لان هو مش هينفع ان حد. اتفضل يا فندم. هو ابنه ينطبق عليه الشروط ويتقدم ان شاء الله ما يتفتح باب الحجز، انما الاستاذ سيد طبعا سنه هيبقى فوق السن. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هو يعني بالفعل تقدم بعد 5، وحضرتك قلت لي ان احد الشروط انه يكون تقدم وعنده ايصال البريد اللي بيقول انه تقدم. هل ينفع يغير باسم ابنه دلوقتي لان هو لا ينطبق عليه الشرط؟ لا لا مش هينفع يغير، بس ابنه هيتقدم في المراحل التاليه. في المراحل التاليه. أيوة. طيب ناخد استاذ اشرف رزق من السيده زينب. اتفضل يا استاذ اشرف. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. حضرتك دلوقتي انا حاجز شقه من سنه 95. لا الصوت بس يا فندم، لو تعلي صوتك لو سمحت. 95. ايوه فندم. ماشي. حضرتك انا حاجز شقه من سنه 95 محدود الدخل التعاونيات. لحد دلوقتي ما استلمتهاش، كل مره اما اروح اسال يقول لي السنه الجايه اول السنه. اخر مره سالت فيها لقيتهم عاملين لي فوائد مركبه 140,000 جنيه. وانا اساسا محدود الدخل. وانت اصلا ما استلمتش الشقه؟ ما استلمتش خالص يا فندم، في مشاكل بين بيفكرني بالتليفون والعده، خفت على التليفون فدفعت الفاتوره، هو اصلا ما عندوش تليفون، الراجل عليه فوائد مركبه عليه وما خدش الشقه اصلا. لا الاستاذ اشرف يشرفنا في وزاره الاسكان. او
يروح لهيئه التعاونيات ويقدم شكوى بهذا الكلام وهتدرس ويتم الرد عليه. يعني كده الموضوع مش واضح بالنسبه لا يمكن يكون عنده ما استلمش الشقه وعليه فوائد. استاذ اشرف حضرتك سمعنا؟ بعت شكاوي كتير يا فندم. يا فندم يعني ايوه يا فندم حضرتك ممكن تشرفنا. انا شكاوي كتير ومحدش بيسال فيا. ممكن حضرتك تشرفنا في وزاره الاسكان في الدور ال 14 تيجي تقابلني وانا هشوف التعاونيات او اكلم الدكتور رزق رئيس هيئه التعاونيات ونشوف المشكله ايه. طيب استاذ يا فندم هروح ومحدش هيحل حاجه. لا لا ده المهندس صلاح معانا على الهواء بيقول لحضرتك تعال له في الدور ال 14 محدش هيحل حاجه. طب معلش خليك ايجابي روح للمهندس صلاح. مفيش حاجه اتغيرت يا فندم الروتين زي ما هو. طب هقول لك بس حاجه هو المهندس صلاح معانا على الهواء وبيتعهد على ده لو حضرتك ما رحتش وعرفت تقابله كلمنا واحنا هنقول ده على الهواء او هنتصل لك بالمهندس صلاح. اروح لوزاره الاسكان امتى بقى حضرتك؟ امتى؟ قابلني في اي وقت. شوف يعني تعالى لي يوم الحد الصبح مفيش اي مشكله خالص. يوم الحد الصبح يا استاذ محمد. الساعه كام حضرتك؟ ده انت دقيق قوي. اصل انا تعبت كتير بقالي 19 سنه بروح واجي. طيب الساعه كام؟ يا فندم من الساعه 9 الصبح احنا موجودين مفيش اي مشكله خالص. طيب ماشي يا فندم ماشي. شكرا. يعني في حاله من عدم الثقه في هذه المسائل. طيب نتكلم عن كنت بكلم حضرتك قبل ما ندخل على الهواء فكره تكلفه الوحده. انا عرفت ان الوحدات دي بتتكلف تقريبا 100,000 جنيه. شروط المقدم كام؟ يعني هو لما بيتقدم بيدفع كام مقدم وبيدفع كام قسط؟ لان لما تقول لحد محدود دخل 100,000 جنيه اتخض على طول. لا هو طبعا مش هيدفع 100,000 جنيه. هي طبعا الشقه 100,000 جنيه بس عشان اوضح دي تكلفه انشاء الشقه بس. بدون المرافق وبدون الارض والكلام ده كله بتتحمل الدوله. مدعمه من الدوله؟ لا ده غير الدعم كمان. تكلفه الارض وتكلفه المرافق دي بتتحملها الدوله. ولكن كمان الدوله بتتحمل دعم نقدي من ثمن الشقه. الدعم ده بيتراوح من 5,000 جنيه حتى 25,000 جنيه. بيخفض من ثمن الوحده. وبالتالي الوحده بتقف عليه على المواطن بعد خصم قيمه الدعم الذي لا يرد. الحاجه الثانيه ان القسط المقدم بيبقى 5,000 جنيه. وقبل الاستلام بيدفع 10% من ثمن الشقه. لما خلاص عرف شقته وعرف ان هو خلاص هو المستفيد وتعرف رقم الشقه ورقم العماره بيدفع 10% اللي هي بتعادل 10,000 جنيه تقريبا. يبقى في حدود كام؟ 15,000 جنيه قبل ما يستلم الشقه. القسط بيبدا من حوالي 400 جنيه الى 470 جنيه. النهارده حضرتك لو قسناها لو خدنا اي شقه بالايجار في اي مكان النهارده ايجارها كام؟ بتتراوح في القيمه دي. طيب النهارده هو بيدفع قسط وقيمه حاجه ملكه حاجه ملكه. بس اسمح لي كده انا حسيت كده ان هو كده مش لمحدود الدخل لمتوسط الدخل. لا ما احنا قلنا بقى لو هو فوق ال 2500 يعني مش هيخ... الشروط دي والترتيبات دي لشخص بيمارس مهنه وعنده دخل يقدر يسدد بيه هذا القسط لان اما يدفع 400 هو مثلا بياخد يعني اتمنى يعني ان يكون بياخد مثلا 1000 جنيه لان مش ممكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا. يبقى ده للمتوسط الدخل اللي عنده قدره على انه يوفر ايجار بهذا. لا انت حضرتك دلوقتي يعني وصلتينا لنقطه اهم وهي ان احنا حضرتك حته التمويل العقاري الحمد لله احنا وصلنا مع البنوك التجاريه وبرعايه البنك المركزي ان بقت نسبه الفايده 7% على القرض لمده 20 سنه. فايده منخفضه طبعا جدا. الحاجه الثانيه والنقطه المهمه اللي حضرتك اثرتيها دلوقتي طب واحد مش قادر ياخد هذا الكلام احنا عاملين نوعيه ثانيه بالايجار. كنت لسه اقول لحضرتك بالايجار اللي هي ما فيهاش المقدم العالي ما فيهاش القسط العالي فبالتالي اللي لا يقدر على انه يخش ياخد شقه تمليك في نوعيه ثانيه هتنزل تبقى بالايجار. طب ما ينفعش تمليك بس شروط اقل شويه يعني لمحدودي الدخل؟ ما هو لازم نعرف اللي هم الحقيقيين بقى محدودي الدخل. ما هو لازم نعرف هي المقدم والاقساط ده هيروح فين؟ ما هو هيتاخد من ثمن الوحده عشان نبدا بيه الدوله تكمل عليه او تدفع عليه او تحط عليه. باشمهندس صلاح انا اقصد ان يتم استهداف تدريجي حسب مستويات الناس ودخولهم. يعني هنا اللي قادر وعنده دخل ويقدر يسدد هنا الاقل شويه الاقل بقى هنا زي ما حضرتك تفضلت مشروع الاسكان مثلا بتاع الشباب يعني يبقى في حسب طبيعه كل فئه. ما هو اللي ما بيقدرش على النوعيه دي هيبقى في نوعيه ايجار. الايجار اللي عايز تمليك برضه مش عايز يدفع فلوسه كده ايجار على الفاضي. ما ينفعش بقى ان انا النهارده ما عنديش قدره ان انا اخد شقه تمليك. طب هو ذنبه ما الدوله اللي ما وفرتوش ده يدفع بيها. ما عشان كده احنا وفرنا له وحدات الايجار بنفس المساحات واللي مش قادر كمان على نفس المساحات. طب ما هو ممكن يروح يلاقي مساحات ثانيه بنفس الايجار يبقى انتوا عملتوا له ايه يعني؟ هو راجل عايز يمتلك. لا لما يلاقي النهارده مساحه
وحده بتصل الى 90 متر ثلاث غرف وصاله متشطبين هيبقى ايجارهم كام لو بياخدها من اي مكان؟ كام؟ يعني اقل 500 600 ايجار وايجار محدد المده انما هو بياخدها النهارده من الدوله وشقه تمليك. اذا لا مش تمليك، تمليك ولا ايجار؟ لا دي تمليك اللي بنتكلم عليها اللي هي القسط 405 دي تمليك. لا انا بتكلم عن يعني اسمح لي استخدم التعبير معدومي الدخل. ما هو ده حضرتك بقول لحضرتك اللي هيروح للايجار اللي هو اللي هو هيبقى قسط كام؟ قسط مثلا بنتكلم في 200 جنيه 250 جنيه ايجار قصدي حضرتك ايجار الايجار ومقدم يعني لا يتعدى 3 4000 جنيه كتامين ايجار وصيانه للعماره. تمام هو ده اللي هيدفع. طيب دي شريحه اللي مش قادره على التمليك. طب ناخد الاستاذه احلام عبد الحميد من الاسكندريه. اتفضلي يا فندم. استاذه احلام سمعتي انا مقدمه؟ الو ايوه فندم اتفضلي. انا مقدمه على شقه في محافظه اسكندريه فبقالي كام بقالي 3 سنين من اول الثوره ما بدات ولحد دلوقتي ما فيش اخبار. كل ما اروح اسال عليها يقولوا احنا عندنا اللي هم الشباب اللي عايز يتجوزوا كده. وحاجة عندك وانا مطلقه واخده شقه قانون جديد بالايجار غالي. عندك كام سنه يا استاذه احلام؟ معلش 48 سنه. ما تتجوزي برضو مساله السن. طب حاجة ما عندكيش ابنه او ابن يمكن ان يتقدموا وفقا لما فهمته من مهندس صلاح سنهم؟ انا عندي اولاد بس على وش جواز كلهم. كام سنه يا فندم؟ عندي 26 سنه وعندي 21 سنه. طيب اسمعي الرد من المهندس صلاح لان ربما يكون عنده اجابه فيها. هي طبعا نفس المشاكل ونفس الحاجات اللي بيقولها انها طبعا لسنه تعدى السن القانوني او الموجود في الشروط ده ممكن الاولاد يتقدموا وهينطبق عليهم شروط ان شاء الله وياخدوا شقق. لان شقق بمحافظه اسكندريه بالتحديد احنا بنعمل في محافظه اسكندريه. انا فهمت اسكندريه لا مش في المرحله الاولى لان احنا المرحله الاولى عندنا العاشر من رمضان ومدينه السادات واسيوط الجديده. وان شاء الله اسكندريه داخله يمكن المراحل اللي بعدها قريبا جدا وفي برج العرب. في برج العرب. في برج العرب. بس في وحدات بنعملها كمان في اسكندريه في داخل اسكندريه كمان دي هتخش مراحل تنفيذ في القريب العاجل ان شاء الله. طب هي اثرت نقطه هنا عايزه اسالحك عليها وهي فيها ايضا او شريحه اخرى متعلقه بالمطلقات او الارامل. سنهم هيبقى كبير مش هيبقوا في المرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي يعني اللي هي 21 45. ما هي دي بتبقى في حاجات بقى في المحافظه بتعمل استثناءات. المحافظه بتبني وحدات خارج المشروع ده بيبقى للحالات القاسيه اللي زي دي او للازالات يعني مسؤوليه مسؤوليه المحليات مش بتبقى بتخش بعد كده مسؤوليه المحليات ان هو بيوفر للحالات الملحه والحالات الحرجه والحاجات الحالات اللي حصل مثلا بيت تهدم بيت حصل فيه ازاله ايا كان بقى الشروط مش هينطبق عليه شروط دلوقتي. ففي حالات في المحافظات بتتعمل لها عندها حاجات من هذا القبيل تناسب النوعيه اللي هي لا تقدر على انها تاخد شقه تمليك. طيب عايز اسال حضرتك حاجه. قلت لي ان اسكندريه ان شاء الله تبقى في المرحله الثانيه. هل في تصور مبدئي لامتى المرحله الاولى هيتم طرحها بشكل واضح ويتم الانتهاء منها للدخول الى المرحله الثانيه لضم مدن جديده ولا ده لسه هتبداوا؟ لا ازاي يعني حاطين مراحل ان شاء الله. في عندنا مرحله اولى اللي احنا قلنا في شهر 4 ان شاء الله المرحله الثانيه هتبقى في شهر 5 وهكذا على طول كده على طول كده لحد شهر 7 او شهر 8 هيكون كل شهر ان شاء الله في مرحله بتنزل بمشيئه الله. طيب ناخد الاستاذه سعديه عبد الفتاح من عين شمس. اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحتي انا عندي ولدين فطبعا الولد عنده 35 سنه والولد الثاني عنده 23 سنه طبعا هم انا باخد معاش وما عندهمش سكن ولا اي حاجه وعايزين يتجوزوا ومش راضيين اي عروسه على اساس ان هم ياخدوا شقه. الشرط الوحيد ان ياخدوا شقه الاول. قدمت لهم في مشروعات قبل كده اسكان شباب او الاسكان الاجتماعي؟ نعم. حضرتك قدمت لهم اوراقهم قبل كده او هم قدموا في الاسكان الاجتماعي او اسكان الشباب؟ لا والله انا ما قدمتش حاجه بس على اساس ان انا بس عايزه استفسر ان كان كده وانا باخد معاش ان كنت انا اضمنهم مش اشكال يعني. طب نسمع الرد من المهندس صلاح. اتفضل. هي ان شاء الله في المراحل القادمه ممكن تتقدم وتبقى ضامن ليهم مفيش اي مشكله خالص. بس هي القضيه ان هم ما قدموش في الفتره بتاعها. هي ما كانش عندها فكره. طب لو هي عايزه تقدم دلوقتي يعني تعمل لما يتفتح باب الحجز للتقدم هينزل اعلانات في الجرايد وتتابع المكان اللي هي عايزه تحجز فيه وتتقدم تحجز فيه. في كافه الشروط وكافه الضوابط وطريقه التقدم كمان. هي المراحل دي هيتم فيها الاقتصار فقط على الناس اللي عندها الايصالات بتاعه البريد ان هي قدمت بعد 25 يناير ولا حضرتك هتفتح الباب لاعداد جديده؟ انا قلت في بدايه الكلام ان احنا المراحل اللي احنا فيها دي هي
للمتقدمين اولا. بعد كده هيتفتح للمراحل للناس اللي لم تتقدم، الا اذا كان في المرحله الاولى ان عدد الوحدات طلع اكبر من الناس المنطبق عليهم الشروط، وفي الحاله دي هنفتح باب للتقدم من جديد. احنا عندنا 13000 وحده في المرحله، 13000 وحده في المرحله الاولى ان شاء الله. في المرحله الاولى هكرر العاشر من رمضان استعداد اسيوط الجديد. المرحله الثانيه ايه يا فندم؟ المرحله الثانيه ان شاء الله عندنا احتمال يبقى فيه او المخطط ان هو يبقى فيه في مدينه في محافظه اسكندريه. كويس. و جهزي اوراقك بقى يا استاذه احلام لاولادك كده عشان يقدموا في هذه المرحله، وان شاء الله في يعني المراحل التاليه. بس طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نخليش الراجل او المتقدم يدفع فلوس وينتظر فترات طويله. هم انتظروا، هم بقى لهم 3 سنين اللي قاعدين دول بتوع المرحله الاولى، دول بقى لهم 3 سنين. البدايه الفعليه للمشروع بدا امتى؟ بعد ثوره 30. وبالتالي النهارده مش عاوز ابدا الاعلان الا لما تكون الوحدات شبه انتهت كاملة المرافق، عشان مجرد يتقدم النهارده يا دوبك تتفرز الورقه اوراق ويعرف ان ده منطبق عليه الشروط، يتخصص له الشقه، يدفع المقدم يستلم. حضرتك قلت لي المرحله الثانيه اسكندريه وايه يا فندم؟ يعني اسكندريه انا يعني في بعض المواقع اسكندريه، بس مش عاوز اقول حاجه الناس لا يعني مش موجوده معايا دلوقتي، انما ممكن ابعتها لحضراتكم تبقى يا ريت يا ريت نساهم في هذه كلها. وهي على فكره في المؤتمر الصحفي اللي عمله معالي الوزير في اخر يمكن من حوالي اسبوع كانت كل الاماكن دي معروفه ومحدده. طب عايز ااكد بس على نقطه حضرتك قلتها، احنا كان عندنا فكره المرحله الاولى فتاخد شهور ومرحله ثانيه فتاخد شهور ثانيه، حضرتك بتقولي لا المرحله الاولى 4، المرحله الثانيه 5، المرحله الثالثه يعني فروق زمنيه قليله للغايه، كل شهر بمشيئه الله. لان دي وحدات احنا زي ما قلت لحضرتك بتكون منتهيه، ما بنعلنش الا لما تكون الوحدات قاربت على الانتهاء كامله المرافق، بحيث انها النهارده ما نضيعش وقت او ما ناخدش وقت كبير ما بين المواطن ما يتقدم وبيستلم الشقه. طيب باشمهندس صلاح انت نورتنا النهارده، بس في النهايه لو في حد ما قدرش يتواصل معانا انا بعتذر لضيق الوقت، كان عندنا تليفونات اخرى، لكن لو في حد بيقول لحضرتك انا عندي حلم كبير قوي زي ما السيده الفاضله اللي كلمت من عين شمس تقول لك ابنها عنده 23 والثاني عنده 35 والعروسه مش راضيه لما تيجي الشقه، تقول له ايه كنصيحه يعني؟ يعني شفت حضرتك دي عندها مشكله ومع ذلك لم تتقدم. مكان مش عارفه مش عارفه يا باشمهندس. ما هو مش عارف، النهارده احنا بنعمل اعلانات في كافه الجرايد وبنعمل اعلانات في التلفزيون وبنعمل تصريحات ومعالي الوزير بيعمل مؤتمرات صحفيه. طب ما يعني طب ايه المطلوب تاني؟ في ناس المفروض انها بتبقى بتتابع بقى الجرايد او بتخلي حد يتابع لها الجرايد، لان عندها اكيد في الاسره ناس متعلمه ناس بتقرا. واحنا كوسائل اعلام وكبرنامج انا مستعده طول الوقت لو في اي اخبار عند حضرتك نتواصل مع حضرتك دايما ويتم الاعلان عنها. انا بشكرك النهارده على ساعه صدرك وبنعتذر مره اخرى لو كنا اخرنا حضرتك رغم اليوم الطويل من العمل. المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للاسكان الاجتماعي نورتنا يا فندم النهارده. بحلم وافتح عيني على جنه للانسانيه والناس سوا بيعيشوها بطيبه وبصفو نيه. رائعة سيد حجاب اللي هو ضيفنا العزيز النهاردة على قناة دريم مع أستاذنا الكبير الأستاذ مفيد فوزي، بيخرجنا من حالة ويعيشنا في حالة تانية. انتظرونا بعد قليل.